السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. وصل مع المدير وابدا يلحقك. حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد، ان هذه الجامعه الفتيه التي زرعت في ارض حصبه وسقيت بماء طهور تنمو بقوه ويشتد عودها بفضل الله ثم بجعل حكومه خادم الحرمين الشريفين وبجهود المختصين من رجالها والمختصات من النساء. ها نحن نضوي عام حثاث ونحن نرى هذا العمر الفتي يتفتح عن انجازات نفخر بها وتطور يسارع الدم. لقد حرص معالي مدير الجامعه حفظه الله منذ انشائها على المشاركه الفاعله لاعضاء هيئه التدريس في التطور والنمو بالجامعه والاستفاده من الطاقات البشريه المتوفره في الجامعه لتسريع تحقيق الاهداف المرجوه والرؤيه الطموحه. وقد كان لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدور البارز في صياغة الحاضر الفتي ومستقبل الطموح بإذن الله. فما فتئت توالي جهودها وإنجازاتها في مجال دعم المعيدين والمحاضرين للحصول على فرص ابتعاث متميزة، وما ترددت في دعم الأبحاث العلمية المتميزة لأعضاء هيئة التدريس، وسعت سعيا حثيثا لإنشاء مكتبة الجامعة لتكون على أحدث التقنية، بل اجتهدت لإرساء ثقافة الكراسي البحثية، وحرصت على التعاون الدولي لعقد شراكة علمية مع جامعات عالمية متميزة. ولم تتردد الوكالة في التفاعل البناء مع أعضاء هيئة التدريس وعقد اللقاءات المتكررة بهم عبر الورش والندوات واللقاءات العامة للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم والاستماع لمتطلباتهم للتطوير والنمو بالجامعة والرد على استفساراتهم، ثم جدولتها ضمن خطتها الاستراتيجية. وما هذه الندوة إلا إحدى الفرص التي تختصها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للتفاعل مع منسوبات الجامعة سعيا إلى التطوير والرقي والتطور. وإنه من الجميل أن تقام هذه الندوة متزامنة مع ذكرى اليوم الوطني البعيد أدام الله علينا عز وطننا وأمنه وحفظه علينا تحت راية الإسلام. أما الآن فنبدأ فعاليات الندوة مع هذا مع آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. كلمة وكيل الجامعة حفظه الله للدراسات العليا والبحث العلمي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي مدير الجامعة سعادة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، أصحاب السعادة، أخواني أخواتي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن تستهل العام الدراسي الجديد 1433-1434 هجرية بندوة مباركة ناظمة للمعرفة والآداب والخبرة والثقافة والتجارب في عقد واحد، تبدأ فعالياتها محفوفة بتشجيع ورعاية معالي مدير الجامعة حفظه الله. أخواني وأخواتي الحضور، إن الوكالة واجهة لجامعة سلمان بن عبد العزيز في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي والتدريب والابتعاث وتعزيز الإنتاج العلمي النوعي والمخترع. ومن ثم فإن المسؤوليات الملقاة على عاتق الوكالة جسيمة ومؤثرة، نظرا لاقتران ذلك بعجلة التطور ومسيرة الريادة التي تنشدها الجامعة ويبتغيها المجتمع.
بل إنه جانب مما تنتظره بلادنا العزيزة من جامعة سلمان بن عبد العزيز وكافة الجامعات والمؤسسات المعرفية الأخرى. فما الدعم السخي الذي تبذله حكومتنا الرشيدة في ظل قيادتنا قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله، بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة والسعي الدؤوب لنشر التعليم الجامعي والعالي وبث مؤسساته في أرجاء المملكة قاطبة. ما ذلك إلا خطوات مهمة في سبيل تحقيق رؤية وتطلعات الأمة وأمالها، وأن الوكالة وتشجيع من معالي المدير حفظه الله ما فتئت تبذل قصار جهدها في أداء الواجبات المناطة بها، مستعينة بالأخيار الأكفاء من منسوب الجامعة أولاً، ثم من الخبرات والكفاءات الأخرى في مراحل تالية، وذلك حرصاً منها على أداء الأمانة كما ينبغي. وفي هذا الصدد أمكن الوكالة أن تنجز أعمالاً مشرفة بحمد الله، ومن ذلك تطوير أنظمة البحث العلمي وجعله ثقافة سائدة لدى منسوب الجامعة من خلال توسيع إطار المشاركة فيه وتقديم الحوافز المشجعة على ذلك. أما بالدعم المباشر أو عن طريق تأمين أدواتها العلمية كما هو الحال في المكتبة الرقمية التي تشترك فيها الجامعة، وتفعيل عمادة شؤون المكتبات بالجامعة، وكذلك المشروع المقترح للمجلة العلمية المحكمة.